يا رب الله يسمعكم اخبار الخير. شوف المهم سير كل شيء بيد الله، وخا يقول لك بقى لي ساعه ولا سميتو كل شيء بيد الله. نعم الحاجه العروق ديال الراس تقطعوا له، العروق ديال الراس ملي تحل دابا تيكوي. ديري هادي ديري هادي دابا ملي تيكوي داك العروق الدم اللي زادوا له 5 لتر كلها هبطات. الدم اللي زادوه اللي عوضوه كله مشات، الراس محلول. يكونوا العروق ما تكوولهمش. الله اكبر. الراس محلول كلشي واحد الحاله. اليهودي اليهودي ما يديرش الخوف بحال هكا، شي اليهودي ما يديرش الخوف بحال هكا. اذا مشاهدي قناه شوف تيفي مرحبا بكم من امام مستعجلات بن رشد. هذه الام ديال واحد الشاب اللي مزداد في 1993 للاسف 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 ما قدرتش تنقولها بانه بين الحياه والموت كيصارع الموت، لان الطبيب قال لهم الى بقى غير ساعه حي. فالحمد لله وتشكروه. يعني للاسف صديق ديالو بسبب كلمه مكتوبه في الحيط صديق الاخر يعني صبغ عليه، يعني بسبب تافه. دائما الوفيات والقتيل كيكون بسبب تافه. هادو اصدقاء للاسف. الشاب كيتواجد داخل المستعجلات في مرحلة حساسة وخطيرة جدا، العائلة ديالو كلهم متواجدين هنا. قلتي بأن ولد خالته خدام هنايا لداخل. ولد خدام في هذا في داك بولوافي. خدام بولوافي. أنا باش دخل باش ما لقيناش اللي يعطينا شي خبر، ما بقاوش يعطيونا ثلاث أيام. حتى واحد ما بغى يقول لنا شنو هو كاين، واش غيموت واش ميت واش خاصو شي عملية واش خاصو. حتى واحد. فاش جا ولد ختي عاد دخل. أها. عاد دخل هو دابا لقى الحالة ما ديك واحد العريق اللي مازال شي شويه راس. وفين نشوفو في العنق في الراس؟ لا في راسو مضروب دابا في الراس هاد الجهه هادي ديال اليسر. هادي الضربات الضربات كامله بالودنيه كلشي هبطات. الله اكبر. العروق تقطعوا تخصوا المخ بالدم صافي. ولدي تيصارع مسكين حياته موت هو ماشي، وحنا تنخفوا غير الطبيب يدخلني نشوف ولدي الساعه الاخيره ديالو. لا سيري ما تدخليش، لا سيري ما تدخليش، حرام عليهم هادشي اللي تيديروا في السبيطار. صعيبة أمي مسيرة، راه صعيبة راه صعيبة. راه حرام يخليوني ندخل نشوف ولدي لآخر مرة. باغي تدخلي تشوفي. ودخلتي بزز باش شفت ولدي. دخلتي بعدا دخلتي. أها. وأنا نقول لك الحالة ديال ولدي ما نقدرش نوصفها لك. ما نقدرش نوصفها لك. عندي هذاك الوليد وليد آخر راه مات قبل منه، وعندي هذا الوليد هذا هو مات. عندك وليد آخر؟ هذاك مات بعدا في حادثة في الخدمة. وهذا الوليد ها هو بقى لي واحد. انا ترزيت ولدي. هذا شكون هو هذا صاحبه هذا؟ هذا هو دابا شكي وقع لهم هذاك الراجا صابغين نقول لك. الراجا صابغين الاخضر جا شي هذا دار الوداد صبغ ولدي جا وقف تكا. هادشي ما بين ما بين الرجاوي وولادي لا علاقه. دابا ولدي غير وقف هكا قص الصباغه قال له ما عرفتش شكون اللي دار الصباغه بقى عاوتاني نعاير فيه. هو نقول له انا وانت اش بغيتي تكون؟ قال له صاحبي انا ما نضاربش انا ما نضاربش. هادو صحاب؟ وي راه ولد الدرب. قال له صاحبي راه ما نضارش معاك انا. جا خوه هو خوه هذاك اللي قتل جا تيقول له بعد من سي محمد. صاحبي سي محمد الضريف ماشي ديال العيب. طالع لاخوه شنق عليه جيفو. جا ولدي تيقول له ضربني انا وطلق من عبد العالي. طلقني طلقها كريم طلقها كريم خوك طلقها كريم خوك وضربني انا صافي. مشى طلق من خوه خوه مشى للدار ما عرف شنو هذا هرب خبعوه ما لقاش خوه. جا لولدي دخل حتى لدربنا حنا واحد المسافه بيننا وبينه. جا دخل حتى لدربنا دخل حتى حدا باب دارهم ضرب ولدي تا يعقد السبب دار عندك لداخل. ولدي تا يعقد السبب ديالي خارج الخدمه. اه جا نزل بالزربه بالزربه الجيرة اللي حت اللي فوق قالت بالزربه 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 ضرب ثلاثة ديال الضربات بالزربه زرب ما لقى ما يعني ما هبط راسو تا غفلو. ولدي ما هز في يده ما والو جا على خطلة ضرب. انا ما فهمتش الكبده اللي عندهم يعني كيقدر انه يفتح لواحد الراس ديالو ولا يقتلوه ولا الناس اللي شافوه خارج مسكين وجمع راسه هكا بالتريكو شدوا هكا بالتريكو. اه شدوا براسه ملي حل واحد البنت جاتنا قالت لي ملي قلت له مالك قال راسه قالت لي غوت. ولا شدوا الدو حكموا له الدراري داو الصوف ما قبلوش جابوه لهنايا. هادشي انا ديك النهار بعدا غدا المكناس. انا راه في مكناس غدا نتفكر مرته راه عنده خطيبته راه هي جات معايا خطيبته راه عنده خطيبته كاسيها ودايو غادي نمشي للكناس. انا وصلت ما تسمعش منه كلمه العيب ابدا. هادو هما طيبوبه ولا ولا ولاده ولا كلشي ما تسمعش منه كلمه العيب ابدا.
تاكل والو كاع يبغي زعما يضارب ولا شي حاجه وكتبقى مسكين الله يعمرها داك السيد. المهم سي واخا يكون خايب الدري واخا يكون خايب واخا يكون ماسك كيف كان ما ديرلوش ديك الضرب بزاف ضرب 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 هذه كلها مخيطه كتبوا يعني بهذاك الوصف اللي كتوصفي دابا يعني كضرب لي في الراس كيفتح فيه واش كتشوف الجيره اللي شافوا شافوا هذا شي حولي هذاك راه ماشي هذاك السيد اللي ضرب خوه هذاك راه خوه ولو كاع ما يكونش خوه من دمه خوه في الاسلام ما يضربوش ديك الضربه بحال هكاك غفلوا في الشباب ومسكين حرام حرام كاع من جهه الله ولا من جهه العبد كيقول لك دري راه صغير صغير علاش صغير على صغير حرام الناس كيشوفوا فيه كيفاش صافي غير صغير صغير يعني يقدر يقتل ويضرب ما خصوش يضربوا بحال هكا هذا راه اكثر من ولدي هذا راه اكثر من ولدي كبر منه كبر من ولدي الا بالله كبر من ولدي هو ولكن الشوم راح شوم راه عار رهيب راه باش تقتل دارهم ما كتسمعش منك كل ضرب يسولوا عليا والبيبي الصغير يهزوا اللي لقى في الدار يهزوا يجيبوا لي اجيو فين المهم الوليده تسولهم يدخل امي عطي الدراري يفطروا الكبار يحماقوا عليه الصغار كلشي دابا الدرب مقلوب الدرب مقلوب عليه راه هنايا كان كلشي في الصباح راه مشاو دابا كيجي عند مو هكا كيبقى كطيب وشي حاجه كيسلق صريه بحال هكا كيقول لها لا يلا مشي عند ولاد خويا وكيدخل عند خويا كيغشي هكا كيحطها قدام ولاد خويا كيقول لك تاكل انت كل يوم ولا ولادي ما ناكلوش حنا بوحدنا صراحه والله انا ما كاينش ليا كل معاه تدخلوا غير الدرب تسولوا اي واحد شنو يقول لكم على ولدي المشكل وين وحنين هو اصلا هو مسكين معصب مريض عنده القلب عنده الاعصاب في المعده ولكن ما نقولكش القلب البيض اللي عند ولدي ما نقولكش ولدي راه ما غيتنساش ودير ما يخلفوا لي حتى واحد شي مال الدنيا ما بغيتوش انا بغيت يتاخذ لي حق ولدي انا بغيت حق ولدي يتاخذ يشدوه حق ولدي مازال هربان مازال هربان بغيت حق ولدي يتشد انا ما نقدرش نكذبش عليك باش توصل الامور تدخل عليه للدار وي ودخلت للدار حنا الدريبه عندنا شويه فيها الهدوء الناس ما كاينينش ولدي تيقول جيراني نعسوا ما تخافوا لا على ما تركوا لي في الباب لا والو اي نعسوا سير امي نعسي سير امي نمشي بحالك سير اخويا ما تخافش سير انا تنجلس في الباب تيجلس يكني مسكين تيبغيوه تيقول له ما تخافوش اللي بغى يدير شي حاجه انا ندير امي فلان انا ندير امي فلان البنات الدرب الكبار خواتاتو ما عندوش مع ديك البساله وليت راه بنت الدرب ولا يقبح ودخلوا الدرب وتسولوا عليه وغادي تعرفوا هاد الهضره اللي انت نقول لك حنا ما كاع مع ولاد الدرب نوت مجي عند خويا قال لي ما رختك قال لي راه طرا قال لي لا والو مشي وقف قال لي شوف قال لي اخر مره قال لي تقرب لهاد الدريه الدريه يتيمه لاخر مره قال لي انا هاد المره قال لي انا نخرج اما خوها خواتها دراوش تبقاش تقرب لي من الناس دابا هادشي كامل على قبل داك الصباغه ديال الكره وشوف الكره ما فهمتش شنو غادي تزيدهم في هادشي ماشي الدار معاه كاع الجيران قبيله مجموعين عندي قالت لي قدامنا قالت لي جالسين كمي دار قال له خويا ما فيه ما يدار معاه شكون داك السيد اللي سخفانا مسكين تما معاكم هادوك الناس خطيب الله اكبر تبعث لي من مكناس راه حطني الكار عيطوا لي ركبت في كارفور ورجعت من مكناس جايه ديك النهار غادا رجعت من الكار لاخر راه جات معايا فرحان مسكين غادا نموت فرحان قال لي يدوز ان شاء الله رمضان نمشي ندير القاعد وندير دويرتي امي ونجمعو ايوا طير ولدي رداوني فيه بغا ياخذ الحق بغا ياخذ الحق انا بغيت حقي يتخاد انا بغيت نشوف حق ولدي بغيت نشوف حق ولدي انا طالبه الله ما نموت نشوف حق ولدي ولدي راه قتلني ولدي راه صدمني ولدي راه قتلني ولدي ولدي راه حرقني الله يا ربي الله ولدي راه حرقني اش غندير في بلاصتو اش غندير الشتري ديالو اش غندير تنضل نعيط اشرف تنعيط سلي محمد الخو قتلني قتلني الله ياخذ الحق الله ياخذ الحق لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ربي يعاود فيك حنيني قول لي قلت لي امي ما تنوضيش لا انا ناكل حتى تجي معايا الا ما جبتيش معايا الله ما ناكل حتى تجي تاكلي معايا قول له ولدي خلاص ما فيا ما قد ناكل يا خليل لا والله ما ناكل عن نوض كاع المغرب ولا عندك هاد الوليات؟ عندي هذا واحد اخر واحد غير كبير فيهم خوهم مات تا هو مسكين الحديثة الله يطول في العمر امي وقاص غير مسكين بقى الحال يتقطع له دابا يد من يديه ونطلبوا الله ما نعرفوا شنو كاين المهم تاني ما نحكموش الله يعوض لها وليدها ما نقولوش الله يعوض مازال مازال شوف ما حد باقي كيتنفس مازال باقي فيه الروح الضربه ما فيها حيت ما الراس ما صرحت لا عمليه لا والو ما كاينش عمليه والو عمليه لا والو قلنا لهم شوف ما كاينش عمليه ما كاين لا عمليه لا والو العرق تقطع والدم المخ كله عمر الدم يا رب السلامه استغفر الله
لا هادشي ديال الجرائم ديال القتل ولا بزاف 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 بزاف. الرجال ما كانوش يضربوا بالجناوه، كانوا كيضربوا بيديهم. حنايا عندنا خوتنا عندنا كانوا يضربوا بالبونيه، يخرجوا يضربوا بيديهم والضرب ديال المحنه هادو بالجناوه والضرب ديال بحال اللي تقول تيضرب. ما فهمتش انا هادشي حميه، ما شاتش بشر بحال هكا. ما فهمتش انا هاد الشاط حولي، ما عارفش راسو بان هذاك راه عنده خو غدا ولا بعد غدا، عنده مو ولا عنده حبابو. حرام حرام، قتل روح تخاصم مع الله وتخاصم مع العبد. اش غادي يقول الغدا قدام الله؟ اش غادي يقول؟ اي والله يا خويا، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوه الا بالله. الله يسمعكم اخبار الخير اميمتي، الله يسمعكم اخبار الخير يا ربي يا ربي يا ربي. اذا مشاهدي قناه شوف تيفي، نتمنوا الدعاء ديالكم لانه في مرحله حرجه وحساسه. الام كيف سمعتوا يعني استسلمت للامر الواقع، لان الطبيب قال لهم ربما ساعه للاسف. يعني ما فهمتش انا هذا القلب اللي عند بعض الناس، كيفاش يقدر انه يجي الواحد ويبقى يضرب ليه في الراس ديالو؟ راه انسان بحالك بحاله، كيفاش كتعطيك الضمير ديالك والنفس ديالك والكبده ديالك انك تقتل واحد انسان بحالك بحاله؟ للاسف 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 هادشي ولينا كنعيشو، خصوصا في هذا الاسبوع. يعني عشت واحد الظروف، يكون نهار كتسمع واحد قتل الاخر، واحد قتل نسيبه، واحد قتل صاحبه، والمشكل اسباب تافهه وتافهه جدا. هادشي اللي كيدور في الخاطر وكيمرض، نطلبوا ليه ربي يرحمه، وربي قادر على كل شيء. يعني نتمنوا ليه طول العمر، ربما تكون شي معجزه، ما حد الروح بقى في الجسد، فكل شيء ممكن، كل شيء بيد الله. ان لله وانا اليه راجعون، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم.